أعزائي مشاهدي ومتابعي بوابة دار المعارف الإخبارية، أهلا بحضراتكم. معكم محمود إدريس من محافظة الإسماعيلية في بث مباشر جديد. معنا طول الطالب يوسف أحمد علي عبد اللطيف، طالب بالصف الأول الثانوي الفني مدرسة المعمارية الثانوية الفنية العسكرية بنين. يوسف بقى يعني فعلا مصر ولادة. يوسف اخترع جهاز لمساعدة المكفوفين للتحرك بحرية، يعني ايه يعني قناع كده يلبسه ويمشي بيه من غير ما يخبط في حد، او لو في حد هيخبط فيه هينبهه يعني. يوسف نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي يوسف احمد علي، درست المعماريه بالصف الاول. انا عملت جهاز اسمه قناع المكفين، اللي هو بيساعدهم اللي هو يمشي بحريه، ان هم مثلا يخبطوا في عمود او شجره او ممكن حد يخبط فيهم. في نفس الوقت الجهاز بيخليهم مثلا الجهاز يشحن الطاقه الشمسيه، بحيث ان هو مثلا شخص كفيف مش غير شماله كده الجهاز يكون نفس الشحن او كده، لا هو الجهاز بيشحن الطاقه الشمسيه. في نفس الوقت اللي هو كمساعده ليه مني ليهم يعني. يوسف الفكره جات لك ازاي؟ انا شايف كده ان دراستك اساسا انت في المدرسه المعماريه قسم ايه؟ تشطيبات. طيب قسم ايه داخل التشطيبات بالاختراعات بحاجه عظيمه زي دي كده يعني؟ والله هو علشان انا ما توفقتش حته مثلا ان انا اجيب مجموعه تكنولوجيا، فاضطريت ان انا اخش مدرسه معماريه. في نفس الوقت كده نفسي اخش هندسه، ايا يعني كان ممكن اخش هندسه معماريه او هندسه تكنولوجيا باذن الله، ممكن اطلعهم من المعماريه. في نفس الوقت حته الاختراعات جت لي منين؟ فانا وانا من صغري ابتدائي بشتغل حته مثلا الاختراعات. انت قلت لي انت عملت قبل كده اختراعات، يعني في حاجات قبل كده انت عملتها بالظبط من سته ابتدائي او من الابتدائي مثلا يعني. كنت بشتغل، عملت كنت اول حاجه عملتها مضرب بيض، كنت سني صغير كنت عاملها حاجه بسيطه. مضرب بيض؟ مضرب بيض. بعد كده لما طلعت نفذته يعني نفذته فعلا وعملته وجربت فيه في المدرسه وعملي بوست وكده. تمام. بعد كده عملت جهاز اسمه مركب لوحدات الانقاذ، عملته في الاعدادي، مركب تنقل الاعدادي عملتها فيه، اللي هو بيساعد الشخص اللي بيغرق انه يقدر يحدد طول النجاه. لو الشخص اللي على الشط مش قادر يوصل له بيقدر يتحكم عن طريق الريموت المركب يرمي طول النجاه ويرجع له تاني. كده عملت جهاز ده اتنفذ بالفعل يعني وجربته في معارض التكنولوجيا ومعارض هنا في المحافظه الاسماعيليه ولا خارج المحافظه؟ لا هنا في المحافظه الاسماعيليه. تمام. بعد كده عملت جهاز يعني كان بيساعدني انا في شغلي، بيقطع الفل بالحراره، بيقطع الفل من غير ما يخليه يطلع اللي هو الحاجه البيضة اللي بتضايق دي. بعد كده عملت زي يعني ماكو حراريه او حاجه بالظبط، حاجه زي كده اللي هو ماكو فيها سن كده بيعدي منه الفل بيقطعه بطريقه منظمه احسن. بعد كده عملت جهاز شبيه الشفاط، بس فيه اوبشن اللي هو فيه غائب بيشم الغاز او الدخان، بيتحط مثلا في المطابخ اول ما يشم غاز او دخان يبدا يشغل المراوح عشان تطلع الحاجه دي بالدخان او الحاجه اللي شمها تطلعها بره. الكلام ده كان عندك قد ايه بالظبط؟ سنك كان سنك كام؟ الجهاز ده انا عامله من سنه، من سنه اللي هو اخر حاجه اللي هو بتاع اللي هو بيشم ريحه الغاز ينبهك. طب اللي قبل كده بتاع يعني انت بتقول انا من رابعه ابتدائي وانا بعمل حاجات زي كده يعني. من رابعه ابتدائي عملت مضرب البيت. في الاعدادي اول اعدادي عملت اللي هو مركب لاسلكي، تاني اعدادي عملت اللي هو بيقطع في الحراره، بعد كده دخلت اولى ثانوي عملت اللي هو الجهاز بتاع الحرائق اللي هو الغاز كده، وعملت معاه اللي هو قناع المكفوفين. طب يوسف الاختراعات دي يعني في حد اتبناها ظهرت يعني حد صنعها على جوده عاليه مثلا انتشرت يعني؟ عرفنا انا حد علمي الحاجات اللي فاتت دي ما عرفتش حد، لكن اللي هو قناع المكفوفين انا شفته وده السبب اللي خلاني اعمله دلوقتي. اللي شفته كان اسمها حاجه اسمها نظاره الامل المكفوفين. نظاره الامل دي معموله للمكفوفين نفس الفكره ونفس الميزه وكل حاجه، بس انا عندي برضه الاوبشن اللي هو يشحن طاقه شمسيه. لما سالت على سعر النضاره دي عامله 25000 بالدولار، 1550 دولار. فانت شفتها قررت بقى ان انت تعمل حاجه بالزبط. بسعر ارخص تساعد المكفوفين. لان 25000 يعني ده مبلغ مش اي حد يقدر يجيبه، في ناس كتير قدرته الماديه بسيطه، فلو انت ممكن اعمل حاجه نفس الميزات وكل حاجه وبسعر لا يتعدى 600 جنيه يعني بالظبط 80، ولو يتطور اكتر ممكن يكون على شكل يعني حاجه احترافيه اكتر مش هيعدي ال 1000. دي برده من الحاجات اللي خلتني اعمله كده. ودي برضو يعني ايه الاوبشن برضو زياده ليه. طب يوسف عايزين نعرف متابعين بوابه دار المعارف الاخباريه، بالنسبه للاختراع ده ده يعني يتنفس بسهوله؟ في صعوبه فيه؟ هل هو
هيفيد فعلا. فكرته نفسها جات لك ازاي؟ انت قلت لي قبل اللقاء قلت لي ان دي فكره العربيه لما تيجي ترجع للخلف وفي حساس او حاجه زي كده صح؟ بالظبط. هو دي الموجود في حاجه اسمه الترا سونيك او موجات وسطيه، ده الموجود في العربيات اللي هو في مؤخره العربيه، بحيث اللي هو شخص بيرجع ورا بيدي له الارم اللي فيه ممكن حيطه يخبط فيها حاجه قريبه من العربيه فبيعرف. دي اسمها سنسور الترا سونيك. انا اخدت السنسور ده ركبته في القناع، بحيث اللي هو غيرت وظيفته الحساسيه حطيته في حاجه ثانيه يكون بيقوم بنفس الوظيفه. اللي طورت عليه اللي هو مثلا السنسور لما بيقول حاجه بيدي زي اناده للشخص او اشاره للشخص الكفيف عن طريق مثلا فايبريشن او الصوت. بينبهه يعني من خلال فايبريشن بيقول له ان في حاجه هيخبط فيها هيصطدم فيها فبياخد باله. بالظبط. يعني مثلا انا عامل الجنبين عن طريق فايبريشن يمين وشمال، الجزء الامامي عامله عن طريق صفاره او بطاريه. طب عايزين نشوفه برده كان نوري الشاشه للمشاهدين القناة. ده عباره عن موتور بيدي فايبريشن. وهنا برضو نفس الفكره موتور فايبريشن. وهنا في حاجه صغيره اسمها البازر، ده الصوت، ده الصوت اللي بيطلع للشخص حاسس ان هو يعرف ان ده الجزء امامي عشان يعرف يفرق بين الجنبين. لو جينا نشغله دلوقتي هيدينا اول حاجه فايبريشن، بعد كده هيفصل عشان الناس اللي عارف شخص كيف ده بيشتغل. مثلا نحط ايدينا على كده هيشتغل. كده يبقى في حد مثلا من ناحيه من الجهه اليسار مثلا جهه اليسار قريب من الشخص اللي هنا اشتغل حصل له حاجه راحت الشمال وانا اليمين قدام هنا عمل صوت بس اللي يعرف الشخص اللي في حاجه قدامه. لو هنتكلم على المسافه فاهم مسافه في ايدي، يعني مسافه انا اقدر احكمها لحد 4 متر اللي فيها فوق واصغر اقل كده. يعني الشخص لو في حد جاي له من مسافه 4 متر يتنبه يعرف ان في حد جاي. انا عاملها في عشان اقدر اشرح اعملها مسافه اصغر بحيث لو ما يبقاش في حاجه وانا بشرح عشان اقدر بس اشرح. لكن مسافه مسافه اكون هتحكم فيها عن طريق حاجه اسمها اردوينو. هي النظاره برضو اللي هي ب 25000 دي حد بتقول عليها بتدي نفس النتائج، يعني بتدي نفس النتائج برضو تنبه كده الشخص فيها فايبريشن ونفس الكلام. هي حته فايبريشن لا هي في مكانها صوت، يعني مكانها صوت بس انا عامل حته فايبريشن لو مثلا شخص ما بيسمعش بصوت خفيف انا عامل له بحيث الاقي ممكن تحس بالفايبريشن. ولو الصوت فالصوت موجود برضو بس انا ممكن اغير الصوت وخلي مثلا حاجه ثانيه بديله للصوت تعرف الشخص اللي هو ما بيسمعش. وفي نفس الوقت في باذن الله تطويرات ليها تكون شبيهه نظاره الامل نفس اللي شبيهه من دي هتكون سعر اصغر. لحد دلوقتي بحاول اصغر المكونات بحيث اللي هو اخلي النظاره شكلها اشيك اكتر. يوسف حلقه حاجه جميله فعلا. يوسف انت انا سمعت ان حضرتك قابلت استطاع عجلان قبلك في مكتبه مدير وكيل وزاره التربيه والتعليم في اسماعيليه. ده طبعا انت حسيت كده ايه يعني في تشجيع في رفع معنويات في حسيت بالموضوع ده بايه يعني؟ طبعا لما انا طلعت طبعا اول حاجه احس ان انا عملت اول حاجه حلوه، يعني مثلا ممكن اكون عملت حاجه قبل كده بالنسبه لي انا ممكن تكون عدت يعني ما حدش شافها او كده او ما حدش اهتم بيها شويه. انا عملت الجهاز ده استاذ احسان العيدي اللي مديره اداره التعليم الفني طلبتني ولما شافت الجهاز يعني عجبها فطلعتني عند استاذ طلع كلامه كل الوزاره. اول ما دخلت له فقابلني عادي يقول لي عملته ازاي وهل ممكن نحط في اضافات وكده فقعد يكلمني. صراحه كانت مقابله جميله وقعد يشجعني. انت نفسك في ايه بقى؟ انت قلت لي قبل اللقاء كده ان نفسي اقابل السيد الرئيس. اكيد طبعا لان لو قابلته هيعدي ممكن نظهر الحاجات اللي زي كده مش انا بس، في ناس تانية كتير غيري تقدر تخدم البشريه يعني في حاجات تفيد ناس اكتر وقطاع اكتر. بالظبط. يعني مثلا انا ممكن اعمل حاجه مفيده في غيري يعمل حاجات مفيده بحيث ان لو قابلته اقدر اعرفه اللي في ناس موجوده بتشتغل في الحاجات دي لو حد اهتم بيها شويه لا هنعمل حاجات يعني لا تتخيل حاجات هتعدي حاجات حلوه يعني. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا يوسف وان شاء الله نشوف حاجات احلى ونشوف مشروعك ده برضو يخرج من النور ويتعمل بكميات كبيره ويقدر يخدم القطاع ذوي الهمم طبعا المكفوفين. شكرا لك يا يوسف ولقاء اخر ان شاء الله. خش ارجع يمين شمال ارجع تاني لف ودارك قدام
ارجع ورا تاني، خش شمال شمال شمال، بس خش يمين، ارجع تاني. تمام.